بعد نشر الإخبارية السورية ضمن برنامج الصباحي صباحنا غير تقرير عن أول فيلم روائي طويل باللغة العربية عرض في لواء الإسكندرون، مخرج الفيلم ميريك جولتكين وجه رسالة شكر وأمنيات مليئة بالمحبة والتقدير لسوريا وشعبها، والتفاصيل بتقرير الزميل أسامة شحود. بعد عرض الإخبارية السورية في نشرتها الثقافية تقريراً حول أول فيلم طويل باللغة العربية يعرض في دور السينما بلواء إسكندرون، مخرج الفيلم ميريك جولتكين يوجه باسمه وباسم أهلنا في اللواء السليب رسالة شكر ومحبة للوطن الأم سوريا، معرباً عن تقديره لمتابعة القناة جهود أبناء اللواء السليب في المحافظة على اللغة العربية. أهلا وسهلا من لواء إسكندرون لسوريا، الله يحفظكم وينصركم، الله ليذرنا فيكم، الله ينصرها لسوريا. شات الفيديو مشكركم، الله يخلي لنا أنتو، أنا بحبكم قد روحي، ديروا بالكم من حالكم، الله يحفظكم والله يحفظ شعبنا والله يحفظ رئيسنا، تموا بألف خير. يذكر أن الفيلم يحمل عنوان حسن في سو، وهو فيلم كوميدي تجري أحداثه في منطقة السويدية بلواء إسكندرون، يتناول في مضمونه العام الحياة اليومية لأهل اللواء بطابع كوميدي وباللغة العربية المحكية التي ما زال أهل المنطقة يحافظون عليها رغم مرور السنوات الطويلة على سلخ اللواء عن الوطن الأم سوريا. بازار؟ لا والله، هو البدا لازم روح على البازار. أصليته هذا ما اسمه مايكل جوردن، لكن هذا من عندنا مدعى اسمه ماجيت الجردون.